أنت أحيانا تضر صحتك الإنجابية بشكل قد يكون قاسي للغاية. طبيب امراض نساء في عيادته وهتعمل حقن مجهري وتساله السؤال: انت محتاج الزوج في حاجه؟ لا 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 لا، هو كده كده يوم العمليه هناخد منه العينه. ده ما اسموش حقن مجهري، ده اسمه اي حاجه غير حقن مجهري. من 9 فبراير 2020 في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإيجابية لغينا التسقيم، لأن ليس له أي دور في نجاح حمل الحالة بتاع تكيس المبايض، بالعكس قد يكون مؤذي ليها. الدكتور الشاطر عامل زي المخبر السري الشاطر أو زي المحقق، لازم يتوقع أشياء في طيات الجريمة. معظم حالات بطانة رحم المهاجرة اللي هي عاملة تأخر حمل، البقع والرقع بالذات ما فيهاش أعراض. للوهلة الأولانية يبان لي إن اللي يفوت مشكلة في الرحم ما يشخصهاش تأخر إنجاب يبقى بيهرج. أكتر حالات بتنجح فيها الحقن المجهري مشاكل الأنابيب وحالات الزوج، الاتنين دول الأنابيب تحديداً بالذات أكتر بيكون نسب نجاح الحقن المجهري فيها أعلى. سياستنا في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإنجابية اوعى ننسى الرحم. معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع نسب النجاح هي هدف كل المنظومات العلمية. خليكوا دايما معنا. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم. دايما أنا باجي أقول دايما أن رؤيتي للدراما لما بيكتبوا الدراما أنها لازم تركز على المشاكل، على المشاكل الداخلية. انت ليه بتقول كده دلوقتي؟ لان احنا في الطب عندنا حاجة مهمة جدا ومرض مهم، عمل زي ما بيحصل في الدراما، خطأ في الاضواء اللي هو بطانة رحم المهاجر. طيب خطأ في الاضواء جدا واتناله كمية كبيرة جدا من المعلومات ومساحة كبيرة افرضناها من الحوارات العلمية عنه، وفي خضم هذا الامر نسينا أو بمعنى آخر ظلمنا بطنة الرحم داخل الرحم. النهاردة حوارنا حول هذه المنطقة، ضيف العزيز الذي يبدع دائما في حواره وبيمتعني في الكثير جدا من الأطروحات العلمية القيمة، والنهاردة بنرفع مستوى الحوار العلمي اعتمادا على واقتناعا أنه مشاهدي الناس الحلوة والدكتور على درجة بقت من الثقافة العالية جدا، وده شيء بنفتخر به ان احنا قدمنا الثقافة، فبقى المشاهد بتاعنا مثقف طبيا، وده المشاهد العربي يقعد في وسط اي حتة يقول احنا بيتقال لنا كلام على ارقى مستوى. الاستاذ الدكتور هشام الشاعر، استاذ امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب بكليه الطب قصر العيني جامعه القاهره، استشاري علاج تاخر الانجاب والحقن المجهري، عضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه والعقم، ورئيس مجلس اداره مجموعه مراكز وعيادات الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه. اهلا بك. اهلا بك دكتور ايمن. يشتكي او تشتكي بطنه الرحم جدا بشكل درامي جدا والله. تتحدثون عني عندما اهاجر وفي مكاني تذكرونني كده جدا. وابسط دليل على كده ان هو لما نكلم حاله عندها مشكله تاخر حمل، وبعدين هي طبعا زي ما حضرتك قلت كده ان اللي واخد بالبلدي كده السوكسي والسمعه والكلام الكتير بطنط الرحم المهاجره، لدرجه ان بطنط الرحم المهاجره كمرض ممكن حاله تقول لي: هو انا عندي بطنط الرحم؟ بطنط الرحم نقطه، بطنط الرحم فول ستوب، يعني ما فيش كلمه الايه المهاجره. هي تقصد ايه الحاله يعني؟ عندها بطانة، هي تقصد انها تسأل السؤال بقى كامل صح: هو انا عندي بطانة الرحم المهاجرة؟ يعني شفت زي على وزن انا عندي القلب
بالظبط مثلا بعد ذبحه في القلب بالظبط يعني من كتر ما الذبحه اتشهرت خلاص انا عندي القلب بالظبط الله ينور عليك حاجه زي كده يعني يبقى مين اللي اتظلم بطنط الرحم انا مش بتكلم احنا النهارده مش بنتكلم عن طنط الرحم المهاجره خالص احنا بنتكلم عن طنط الرحم الطبيعيه اللي جوه الرحم الارض اللي كده كده موجوده جوه الرحم هل الارض دي ممكن تكون سبب ان الاجنه ما تتزرعش فيها المره اللي فاتت اتكلمنا مش على الارض نفسها مش على الطبقه اللي بنحط فيها البذره المره اللي فاتت اتكلمنا على الاساس اللي تحت الارض دي على الرحم ككل وعلى الجدار العضلي بتاع الرحم النهارده بقى هنتكلم عن القشره نفسها اللي بنحط فيها البذره دي عن بطنه الرحم نفسها اللي بنزرع فيها الجنين هل ممكن بطنه الرحم دي تكون سبب لعدم نجاح الحقن المجهري هو ده اللي احنا هنعرفه في حلقه النهارده. تنضم لينا عبر وسائل التواصل الدكتوره ندى كمال مدرس امراض النساء والتوليد بكليه الطب قصر عيني واستشاري علاج تاخر الانجابه والحقن المجهري مراكز الرياض للخصوبه. اهلا بيك دكتوره ندى. اهلا بحضرتك دكتوره. سؤالي دايما الانصف تخيلي بطنط الرحم في مكانها الطبيعي هو الحقن المجهري. لما بيجي سيره الحقن المجهري كان نقول ازاي نزود نسب نجاح الحقن المجهري فيما يتعلق ببطنط الرحم وهنا كانت بطنط الرحم يبقى بتحس بذاتها مع فكره الحقن المجهري. طيب بطنط الرحم الاول هي المكان اللي احنا هنزرع فيه الجنين. بطنط الرحم ده شيء متغير على كل دوره، يعني في جزء منها بيحصل له شادنج او بينزل في الدوره الطبيعيه بتاعت السيده، وجزء تاني ده جزء ثابت. الجزء المتغير ده هو اللي احنا بنحاول ان احنا نغيره لغايه لما نوصل للمقاس المناسب لزرع الاجنه. طيب بطنة الرحم ليها شكل وليها وظيفة. الشكل اللي احنا بنتكلم عليه بنشوفه جزئيا بالسونار، بنتكلم على سمك معين، رفيع قوي مش مناسب، تخين قوي برضو مش مناسب. تخين قوي عمل لنا لحمية في تجويف الرحم هيتشال. تخين ووظيفيا مش كويس بنقيمه بهرمون معين بنعمله في وقت معين، أقل من أرقام معينة أو أعلى من أرقام معينة غير صالح لنقل الأجنة في الدورة دي. فالموضوع يعني هو مش معقد قوي للدرجة اللي أنا بتكلم بيها دي، بس إيه يعني ماشي ببروتوكول معين لضمان وصول للسمك المناسب والوظيفة المناسبة. كمية الدم اللي واصلة لبطانة الرحم من الحاجات المهمة جدا اللي احنا بنقيمها عن طريق السونار الثلاثي الأبعاد السب اندوميتريال بلود فلو، بنقيمها عن طريق السونار الثلاثي الابعاد وبنعالجها بطرق معينه في الحالات اللي بتكون فيها بطانه الرحم رقيقه او عندها تكرار لعدم نجاح. اخر حاجه الالتهابات المزمنه في بطانه الرحم. التهابات بطانه الرحم ممكن تكون حاجه جايه لبطانه الرحم بالذات لوحدها، سواء كانت جايه لها من بره ascending infection عن طريق مثلا بعد ولاده، بعد اجهاض، بعد instrumentation لولب او غيره، ممكن يعمل لنا التهاب في بطانة الرحم وده يقلل لنا جدا من نسب نجاح الحقن المجهري. هنشخصها ازاي؟ هنشخصها غالبا عن طريق منظار الرحم، واحيانا كمان بناخد عينة من بطانة الرحم لو شكينا ان في التهاب في بطانة الرحم، هنحللها بطرق معينة علشان نعرف الكالتشر بتاعتها او نوع البكتيريا اللي موجودة فيها ونعالج بناء عليه. او تكون وصل لها secondary infection يعني جايلها عن طريق حاجة تانية، زي مثلا اشهر حاجه عدوى ثانويه. عدوى ثانويه الثانويه دي غالبا هيكون ارتشاح قناه فالوب اللي هي الهيدروسالفينكس، خاصه لو كان اوبن يعني واصل بتجويف الرحم. ينزل لنا يبدا الالتهاب والعدوى في قناه فالوب وبعدين يروح للرحم، ينتقل للرحم. قناة فالوب تبدأ تنزل توكسنز وبكتيريا على تجويف الرحم، مرة في التانية تعمل لنا التهاب مزمن في تجويف الرحم. فالتقييم لازم يكون متكامل من كل، يعني أنا هقيم الأنابيب وهقيم تجويف الرحم مع بعض، مش هقيم تجويف الرحم وبعدين أكتشف إن إحنا عندنا هيدروسالبينكس في وقت تاني. لو في ارتشاح في قناة فالوب ده لازم هيتعالج لأن هو السبب الأساسي في حدوث التهاب بطانة الرحم. هيتعالج ازاي؟ بعد التقييم المبدئي عن طريق السونار الثلاثي الابعاد، الاشعه المائيه، اشعه الصبغه، لكن الانبوبه لازم تتفصل عن تجويف الرحم قبل ما نخوض في عمليه الحقن المجهري او خاصه زرع الجنين. دي المشاكل الاساسيه اللي موجوده في بطانه الرحم ممكن تتشخص وتتعالج تزود لنا نسب نجاح الحقن المجهري. عظيم.
دكتور انا ده ما شاء الله مذاكره جدا طبعا جدا لان ده لنا الراس جدا لان هو ده اللي احنا دايما ماشيين عليه يا دكتور ايمن. فاكر الجمله اللي احنا قلناها الحلقه اللي فاتت the soil is before the seed التربه قبل البذره الارض قبل البذره الارض دي اللي هي الرحم المره اللي فاتت اتكلمنا عن الجدار العضلي النهارده بنتكلم عن بطانه الرحم شخصيا بطانه الرحم دي محتاجه اعداد من قبل حتى ما نوصل للدوره اللي احنا هنعمل فيها الحقن المكاري بطانه الرحم محتاجه اعداد تاني بقول تاني من قبل حتى الدوره اللي احنا هنعمل فيها الحقن المكاري بنطمن عليها من زياره اول مره بالسونار العادي ولو كان فيها اللي خلينا نشك ان فيها حاجه اسمها زوايد لحميه بنعمل سونار ثلاثي الابعاد او الاشعه المائيه دي ونتاكد ولو الزوايد اللحميه دي موجوده بنشيلها. طيب ما فيهاش زوايد لحميه بطانه الرحم دي ارض جاهزه ولا فيها جرثومه فيها بكتيريا بتمنع ان الجنين يثبت فيها ده اللي بيبان في اجراء احنا بنعمله اسمه منظار رحمي في الدوره اللي قبل دوره الحقن المجهري وشكل بطانه الرحم ساعتها بيبان وبنتاكد ساعتها ان بطانه الرحم سليمه ولا فيها ما يسمى بالاندومترايتس يعني التهاب في بطانه الرحم ولو في التهاب في بطانه الرحم وزرعنا مش جنين واحد 100 جنين هيثبت مستحيل فعشان كده احنا لازم نطمن على بطانه الرحم قبل حتى ما نوصل لمرحله الحقن المجهري قبل ما نخش في الدوره اللي احنا هنعمل فيها الحقن المجهري في الدوره اللي قبلها بنطمن على بطانه الرحم بالمنظار الرحمي ولو لقينا اي مظهر من مظاهر التهابات بطانه الرحم لا ده احنا ناخد عينه ونحللها ونتاكد ان ما فيش اي التهاب موجود في بطانه الرحم اذا المنظار الرحمي له قيمه كبيره جدا وده اللي هتتكلم عليه دكتور انا دلوقتي بس قبل ما تتكلم عن المنظار الرحمي عاوز اقول طيب احنا اطمنا على بطانه الرحم في الدوره اللي قبل دوره الحقن المكاري خلاص بطانه الرحم كويس نخش بقى على دوره الحقن المكاري احنا مش بنركز في البيضات وبس احنا بنركز في البيضات وبطانه الرحم اللي قدامنا اللي بتكبر الارض بقى دي اللي انا هنزرع فيها البذره بتطمن عليها سمكا دمويا وهرمونيا سمكا دمويا هرمونيا سمكا غير مسموح ان انا ازرع الاجنه تحت سمك معين او اكبر من سمك معين غير مسموح العمليه هتفشل طيب ولو كانت بطانه الرحم يوم سحب البيضات ما كانتش في المستوى اللي المسموح ان انا ازرع فيه الاجنه كانت رفيعه قوي او تخينه قوي انا مش هكمل العمليه انا هعمل ما يسمى بالفريز اول تكنيك فريز تجميد اول كل الاجنه تكنيك ده على اساس ان انا عندي في المعمل سيستم تجميد للاجنه على اعلى مستوى واحده السيستم موجود دلوقتي اسمه فيتريفيكيشن نسبه نجاح هايله في الاجنه المجمده طالما هنعملها بسيستم التجميد اللي هو حاجه اسمها فيتريفيكيشن يبقى ده لو كان سمكا دمويا يوم سحب البيضات ومن قبل كده كمان انا بقيس كميه الدم اللي واصله لبطانه الرحم دي كاني بزرع بذرة في أرض لازم أطمن على كمية المية اللي وصل الأرض دي هتكفي البذرة اللي أنا هزرعها ولا لأ طيب يوم سحب البيضات عملت السونار ده وتأكدت أن كمية الدم طبيعية هزرع الأجنة طب كمية الدم اللي وصل لبطانة الرحم قليلة أزرع الأجنة لا خالص الحل إيه فريز أول تكنيك أجمد الأجنة وديها علاج شهر أو اتنين أو تلاتة الحالة وبطانة الرحم عشان كمية الدم تبقى طبيعية وساعتها هبقى أزرع عليها الأجنة طب ده سمكا دمويا هرمونيا في هرمون معين بيتعمل في وقت معين ولازم تكون النتيجه في نسبه معينه ما تبقاش اعلى منها عشان اقول اني بطانه الرحم دي جاهزه انها تستقبل الجنين عارف زي بالظبط الزيت بتاع العربيه مش فيه مؤشر كده نحط المؤشر ده ونشوف الزيت مظبوط ولا لا حاجه شبه كده بس مش زيت ومؤشر لا ده عين الدم ونقيس هرمون معين الهرمون ده المفروض بيشتغل والمفروض هو اللي بيجهز ده هرمون طبيعي ناتج عن البويضات اللي بتكبر المفروض انه بيجهز بطانة الرحم تكون مستعدة ان احنا نزرع فيها الاجنة
في ايام معينه بنسميها الويندو اوف امبلانتيشن. يعني ايه ويندو؟ يعني شباك، امبلانتيشن يعني زرع. لو الهرمون ده طالع رقمه معين يبقى الاجنه هتتزرع في الويندو اوف امبلانتيشن، في الايام اللي هو البطانه الرحم مستعده انها تستقبل الاجنه. لكن لو الهرمون ده ما كانش في النسبه المطلوبه يبقى الاجن يبقى الويندو اوف امبلانتيشن يعديناها يا بعدين عنها خالص، يبقى ساعتها العمليه هتفشل. لازم يبقى الحل ايه ساعتها؟ فريز اول تكنيك. تمام دكتوره ندى، في عجاله قولي لي قيمه المنظار الرحمي في رفع نسب الحالة من المجهد، رفع نسب نجاح الحالة من المجهد. طيب احنا المقابله اللي الكابل فيها بيطلب انا جاي اعمل حقن مجهري، هو دكتور هشام دايما بيقول له كلمه احنا عندنا تحضيرات للحقن المجهري. خلاص منظار الرحم بقى يعتبر من تحضيرات الحقن المجهري. ليه؟ لان هو حاجه سهله، مش تايم كونسيومينج، مش متعبه للمريض، وفوائدها كتير جدا جدا جدا. اهم فايده ان انا اطمن على تجويف الرحم تشريحيا، مفيش عندنا زوايد لحميه، مفيش عندنا ورم ليفي صغير، مفيش عندنا التصاقات داخليه، وغالبا احنا مش بنستنى المنظار عشان نكتشف ده في المنظار، يعني غالبا بنكون متشخص من قبل كده. تاني حاجه وده الاشهر والاعم، ان ما يكونش في حاجه في تجويف الرحم. طيب ما يكونش في حاجه في تجويف الرحم وبنعمل برضو المنظار الرحمي، لان ده مجرد ان احنا بندخل سوائل معينه وبنعمل حاجه اسمها endometrial scratching، خربشه كده في بطانه الرحم بتحفز او بتزود خروج بعض الخلايا اللي بتزود لنا من استقبال بطانه الرحم للاجنه. غالبا بتتم في الدوره اللي قبل دوره الحقن المجهري، الدوره اللي قبلها تزود لنا جدا جدا من فرص النجاح. وفي حاجات بقى التحفيزيه الجديده بقى اللي دكتور هشام هيتكلمنا عليها بقى زياده، واللي هي تعتبر لسه تحت الابحاث شويه ونسب نجاحها عاليه شويه، دكتور هشام بقى يتكلمنا عليها. طيب يا دكتوره ندى متشكرين. كل مره دكتوره ندى في حاجات جديده. ما انا مش هتكلم عنها طبعا. ليه كده يعني؟ عشان خاطر لازم كده ان نخبي حاجه لينا يعني. ايوه ماشي، يعني ننوه كده ارمي الشمال. طيب هو الاول حاجه السكراتشز لا ما ده يعني بتخبوا بجد؟ طبعا اكيد يعني. يعني حتى طيب هو الاول حاجه بس النوتا سكراتشز دي اللي هو الخربشه بتاعه بطانه الرحم دي شيء مهم جدا. فاكر قلنا النموذج اللي احنا يعني قبل ما ننزل الارض بنقلب الارض، يعني مش بنقلب الحاله يعني بنقلب الارض شخصيا يعني. ده مهم جدا بيفرق في نسب النجاح. لكن في ما يسمى بمواد معينه بتتحط في بطانه الرحم بترفع جدا من ما يسمى بإندوميتريال ريسبتيفيتي. إندوميتريال يعني بطانة الرحم، ريسبتيفيتي يعني استقبال الأجنة. مواد معينة في أوقات معينة بتتحط بترفع جدا من نسب النجاح. إحنا شغالين عليها والحمد لله عاملة نتائج كويسة. ابتدينا حتى النتائج ديت نسجلها كده في يعني في أبحاث، وهننشر البحث ده قريب إن شاء الله بإذن الله، وساعتها يبقى ده تطور علمي غير مسبوق، تطور علمي غير مسبوق بالذات في الحالات اللي هي عندها ما يسمى ب فشل متكرر في عملية الحقن المجهري. حالة عملت حقن مجهري مرة واثنين وفشل، مع تطبيق هذا الإجراء وحقن هذه المواد داخل الرحم، منها مواد طبيعية ومنها مواد كيميائية، فرقت جدا جدا في نسب نجاح الحقن المجهري. الأحدث إيه؟ هي دي؟ هي دي هي أحدث حاجة انجوينج إنها تمام ده حقيقي. لكن بروميسنج جدا جدا وفرقه جدا جدا في نسب نجاح الحقن المجهري جدا. يعني في حالات كتير بالذات الحالات اللي هي unexplained RIF. اتكلمت انجليزي كتير النهارده. unexplained يعني غير مفسر السبب. RIF recurrent implantation failure يعني فشل متكرر في الحقن المجهري. فشل متكرر في الحقن المجهري ودرسنا المناعه سليمه والتجلط والدمويه سليمه والرحم سليم وتحليل الدي ان ايه اللي هو في نواه راس الحيوان المنوي سليم والمناعه سليمه والماده الوراثيه سليمه وكل شيء سليم سليم سليم. طبعا اراده ربنا في كل شيء، بس بيبقى من خلال اسباب علميه. مفيش اي حاجه تفسر عدم نجاح الحقن المجهري. نلقي بهذه المواد على هذه الارض كاني بحط سماد جديد للارض دي، لا تتخيل فرق قد ايه في نسب نجاح الحقن المجهري. ضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه القديره الاستاذ دكتور هشام الشاعر، نورتنا وشرفتنا. دكتوره ندى كمال نورتيني وشرفتيني، ويبقى الحوار مستمر حول اسرار ونواحي علميه قد تكون غير مطروقه بوضوح فيما يتعلق
بفشل حقن المنجري أو العكس ارتفاع نسب نجاح الحقن المنجري. كلاهما في الآخر وجهين العملة واحدة، معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع نسب النجاح هي هدف كل المنظومات العلمية. خليكوا دايما معنا.